لكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون من داخل أحد الأسواق العراقية. راح نتعرف على هموم ومعاناة المواطنين العراقيين بعد الأزمات المتتالية التي عصفت بالشعب العراقي، وما مصيرها على هذا الشعب وأين يلتجئ الفقير. أزمات متتالية عصفت بالواقع العراقي، وبالتالي المواطن الوحيد هو المتضرر. كل هذه التفاصيل من خلال حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية خلينا نتعرف حضرتك. أبو طارق احكي لي شوية عن سوق العلاوي. والله سوق الزرملي. بالنسبة هذا السوق العلاوي هو قدامكم، هياته موجود. السوق الوضعية تعبانة، مال السوق فدنوب. الأسعار مرتفعة، وتحكي إياه وقال لك الدولار والدولار والدولار والدولار، وما افتهمنا. حصة تموينية ماكو، كلها مشترى. التمن مشترى، الدهن مشترى، الزيت مشترى، الشكر مشترى. تروح على الشكر صاعد، تروح على الزيت صاعد، كل يومين يصعد. يا بليش مو الدولار صاعد، يعني هذا اذا هو ما عنده شو يريد يسوي، يعني شو يسوي؟ هي هاي وضعيه السوق ووضعيه الدولار. المستفيد ذول الناس الكباريه مستفيدين، اما ذول الطبقه الفقيره اللي بنسبتهم 80% هم اصلا هسه عايشين ميتين، لان يوميا يشتري مواد غذائيه، يوميا يشتري مي، المي صار بفلوس، الغذائيه بفلوس، المستشفى تروح على المستشفى تقص باص يقول لك اعطوك راتيات تروح تشتريها من برا، قصوك اهل الصيدليات 50-60 ألف. زين شلون بهالحاله؟ مستشفى الدواء ما بيها. ايضا مقررات خليت الازمه بحظر، وهاي التفاصيل. والله هو الحظر هذا هو نفس الشيء، اذا سووا حظر او ما سووا حظر هو نفس العمليه تبقى، هو هاي الاسعار والسوق ونفس الوضعيه. يعني اذا الحظر هو يعني يقلل من الامراض مو قياسيه. طيب ازمات كثيره عصفت بالشارع العراقي، ابرزها الاقتصاديه وازمه الرواتب. والله هي ازمه الرواتب هي سببها هو الدوله، لان هي المسؤوله عن الرواتب الاول والاخير، والحكومه هي المسؤوله عن الرواتب. رواتب تجي على الرواتب، واحد ياخذ 5 ملايين وواحد ياخذ له 500 ألف دينار. طيب هذا بالخمس ملايين شلون ياخذ 5 ملايين؟ زين اذا هذا واحد من المليون ياخذ له 5 ملايين، ايش قد اكو ناس ستاخذ بالملايين؟ اسوي سلم الراتب، كل واحد حسب خدمته، حسب اختصاصه، حسب شهادته. نعم. اني رجل متقاعد خدمتي 27 سنه يعطوني 490 ألف دينار. نعم. كفي لك الله للمي وللحصه وللكهرباء، الراتب من كيفه رايح. عندنا محل ونشتغل به، والله كريم. الله وياه وياه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، الف هلا. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم خويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. شلونك يا حبيبي؟ الله يحفظك. خليني اتعرف حضرتك. عباس رئيس هذا من الناصرية. اهلا وسهلا بيك ابو خضير. من الناصرية وجاي هنا تشتغل، ليش جاي لبغداد؟ والله كل واحد عنده عائله برقبته، عائله جاي يشتغل. انا اللي قدام قسم تحليلات مرضيه خريج. شنو؟ قسم تحليلات مرضية، يعني خريج قسم تحليلات مرضية. أيه. وتشتغل جاي. اي كل واحد تشتغل جاي الشغل هنا بمخبز، يعني بهاي المسافة وهاي التفجيرات والخطورة اللي جاي نواجهها. بس على الرغم هاي كلها ما نقدر نقعد بالبيت ونسكت، لازم نشتغل، وهاي لان يعني كل واحد برقبته عائلة. طيب درست وتعبت واجتهدت حتى توصل قسم تحليلات مرضية، وبالتالي اليوم انت عامل مخبز. لا عش تسوي، هو هذا حال العراق، يعني 14 سنة أو 15 سنة تشتغل وبعدين هذا حالنا. حتى تشوفه من الصبح لليل مقابل حتى تعيش عائلتك كرامة. عائلتك منين متكونة؟ أنا متزوج اللي قدامك وعندي طفلين.
فما اقدر اقعد، لازم مجبور يعني. هاي التفجيرات اللي صارت وغيرها وهاي الاحداث اللي جاي اشوفها خطوره والمسافه والطريق، بس على الرغم من نقدر نقعد لازم نشتغل. ما قدمت فايل تعيين الى جهه معينه لوزاره الصحه؟ ما لقيت لك مستشفى اهلي؟ هاي التفاصيل والله نروح يقول الا صاحب خبره. زين انت تعرف منين الخبره اذا ماكو ممارسه؟ ماكو خبره. فاحنا الدفعه اللي قبلنا ما متعينه مباشره يعني، وزعوها على المحافظات بس ما مباشره لحد الان، واحنا على اساس اللي بعت هاي الدفعه مال 19 احنا نتامل خير. زين هاي الازمات شاثرت على السوق؟ طبعا اثرت بصوره كبيره على الحركه اللي بالسوق، يعني كانت حركه زينه بس هاي الانفجارات اللي صارت قلت الحركه، قامت الناس تخاف ما تطلع. ارتفاع سعر الدولار ايش اثر؟ أثر بصورة عامة، أثر على كل شيء. هذا الطحين أثر عليه، هسا أنا جاي أشتغل مخبز أثر، ارتفع الأسعار الطحين، كل شيء، المواد الغذائية، الدجاج، اللحوم، كلها بصورة عامة كل شيء ارتفع ويا الطحين. شكرا جزيلا. المشاهدين الكرام، مثل ما شفتوا عباس قسم تحليلات مرضية ويشتغل عامل في مخبز. إلى متى يبقى الواقع العراقي هكذا؟ إلى متى يبقى الشاب العراقي مهمش؟ إلى متى يبقى الشاب العراقي ما حد يتفقده؟ بالتالي راح نأثر على شبابنا ويتجهون إلى طرق مختلفة. يا ريت من المعنيين في وزارة الصحة يشوفون عباس وإخوان عباس ودفعة عباس من التحليلات المرضية ويشوفونهم تعيين على وزارة الصحة، الاعتبار هسه وزارة الصحة بأمس الحاجة إلى تعيينات. مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم لنتابع هموم المواطنين، ابقوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. سولف لي عن السوق وحركة السوق بعد أزمات كثيرة بالعراق، أزمة الارتفاع الدولار والانفجارات والأزمة الاقتصادية وأزمة الرواتب. الدولار أول شيء أثر 90% على السوق، يعني قبل لا يأثر الدولار من أيام الكورونا لحد هذا يومك، وقبل لا يصعد الدولار مأثر على السوق، يعني حركة السوق 0%، يعني مو ذيك الحركه، الوضعيه تعبانه، الاسعار غاليه كلش يعني بشكل مو طبيعي، يعني ماكو كل شيء تجاره، وبعض الاحيان تنقطع التجاره. ذاك اليوم الخيار وصل عندنا الكيلو ب2000، والله العظيم كيلو خيار ب2000. ليش هيك؟ تعيينات ماكو، رواتب مقطوعه، الوضعيه تعبانه فرد نوب، ناس احنا متغربين، لا يم مهل لا يم عمام، يعني ابربك عامل اجي من الديوانيه اللي هنا بيوم 25000 يا محافظه، من الديوانيه 25000 تقتنع انت؟ بالديوانيه ماكو شغل؟ ماكو، الوضعيه تعبانه، هي العاصمه بغداد وضعيتها خربانه، نوبه تريدنا نشتغل بالديوانيه؟ شغله شنو نشتغل بالديوانيه؟ دفتي يعني شلون؟ بس قنعنا بدي اشتغل هسه بالديوانيه، بدي اشتغل طالب خريج؟ انا طالب وتارك من زمان، تركت الدراسه بسبب العمل. اي والله بسبب هذا الشيء تركته، ولا عندي متوفر هذا الشيء او راس مال او في شيء اشتغل عليه وانتكل على الله وعليه فلا ابطل، يعني الوضعيه تعبانه فردنا كلش. المشاكل اللي يعانون منها هسه المجتمع العراقي؟ يعانون اول شيء من صعود الدولار، وهذا هسه نوبة المرض الجديد كورونا، العالم قامت تخاف، يعني حتى القرايب واحد بالثاني ما يلتقون. زين الاسعار هنا اسعار الدجاج شلونها؟ والله مو سوى، مرات تصعد مرات تنزل ورا التجاره مالته، هسه عندي ب7 وعندي ب8 وعندي ب9 وعندي ب10. اكو استيراد لو محلي؟ ما كل استيراد، منين محله؟ عندنا منين؟ باذنجان تريدك بالعراق مزروعه هنا ما الله وكيلك، بس الخس وعن صشيل خس عود الكيلو ب750 دينار، هذا بس هذا. شكرا جزيلا حبيبي. للمشاهدين الكرام، مثل ما تشوفون شبابنا اللي يجون من المحافظات ويقطعون آلاف الكيلومترات حتى يلقون فرصة عمل في العاصمة العراقية بغداد، بالتالي هاي راح تأثر عليهم، متغربين وعايفين أهلهم من أجل لقمة عيش شريفة. إلى متى يبقى الحال العراقي على هذا الشكل؟ إلى متى يبقى الشاب العراقي يعاني من طفولته لحد ما يكون شايب حتى يعيش أهله؟ هموم
كبيرة يحملها المواطن العراقي، معاناة كبيرة يحملها المواطن العراقي، خصوصا بعد هذه الأزمات المتتالية والمتلاحقة على الواقع العراقي والأسواق العراقية. مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم القياني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا بحضرتك حجي. أنا حجي أبو ليث من سوق الإزرملي. أهلا بك أبو ليث. أبو ليث، اليوم العراقيين جابوا عمرهم بأزمة، من أزمة إلى أزمة. اليوم تأثير الأزمات المتراكمة على الشارع العراقي كبير جدا. الفقير منه بحاله، الأزمة، السعر المخضر صعد، كل الأسعار بالسوق صعدت، انفجارات، أزمة حظر تجوال وكورونا. الوضع بالبلد ما يزال، طبعا السلام عليكم أول مرة. الوضع بالبلد هو وضع مو صحيح، لأنه إحنا من 2003 بدينا بالأزمات ولهذا اليوم ماكو حلول جذرية لا من حكومة ولا من مجتمع مدني يعين الناس. هذه احنا عايشين حالة فقر، والفقر مستديم، يعني مدى ينحل، أزمة بعد أزمة، موضوع بعد موضوع، إشكال بعد إشكال. اللي دريده احنا من الدولة تعين هاي الناس ما تقدر. احنا يعني أكثرنا ناس عايشين على القوت اليومي، اللي يطلع اليوم نقدر نعيش به، واللي ما يطلع يعني نقدر نقضيها بخبزات بألف، لأنه هذا حال الفقير اللي موجود، يعني اللي يوصلوا إلى السياسيين الآن بالوقت الحاضر ما أعرف شنو اللي ببالهم، شنو اللي يردوه من المجتمع هذا. هل أنت جاي على مود تعين هذا المجتمع أو جاي تنتقم منه؟ أنت تطلب بطلب ما أعرف، ما حد يطلع يحكي لك الصحيح. وين العلة؟ لا تلقيها برئيس الحكومة ولا تلقيها برئيس الجمهورية ولا القرار بيد سياسي. كل من يطلع يذب على مواله وعلى هواه، هذا خطأ. البلد وصل للمجهول. احنا يمكن السيد رئيس الوزراء قبل فترة طلع لنا بقرار قال يابا احنا النفط على 42، وان شاء الله الموازنة مو نقول انفلاقية، انفجارية، ما ادري وين صارت. واذا بالموازنة احنا لا الرعاية اذا تستلم، قال الوزير العمل انه راح تجي زيادة، واحنا شهر بعد شهر قاعدين نحلم على المخدة، والمخدة قامت تنزل على كيف، لان من القهر والضيم ما حد يقدر. نبات تجي الحقيقة ونحكيها للمجتمع توجع. بس هذا حالنا احنا، شكو بعد اكثر من هذا الوجع البي؟ بعد ماكو، ما موجود، لانه مجتمع تحت خط الفقر. اثنين، المواطن طماطة كيلو 500 ما يقدر يشتريها، 500 دينار لا شيء، يعني صعوبة صارت عليه. خبز بألف دينار ما يقدر يدبره. ليش يطلع رب الأسرة للعمل وإذا بالعمل ماكو بره؟ فيرجع مين يجيب؟ يعني تكاثرت الديون، تكاثرت القروض، بدأ المجتمع ده ينحل شيء فشيء، ما حد يلقي له هذا الحل. وين بالضبط ما أعرف. قضايا اقتصادية يوم على يوم ده تتبدى. زين أنت قلت النفط ب 42 وإحنا راح نعيش برخاء السيد الكاظمي، هذا حديثه. طيب هسه إحنا وصلنا سعر النفط 64 مدري 63، زين هذا الفائض نص الموازنة، يعني نص موازنة دا يجيك. وين قلت لنا المنافذ؟ المنافذ مو شبعنا من هالمنافذ، طببت لنا كبس خربان منتهي الصلاحية، طببت لنا مواد منتهي الصلاحية، وإذا بالمجتمع شبع ضيم وقهر، ما حد يقول له شبيك، شو تريد؟ ما حد يقول له يكفي، لأنه هاي الناس تعبت، ما يعرفون هذا الشعب على لحظة انفجاره ما حد يقدر. لا ثورة تشرين تقدر له،
ولا شباط ولا أيلول، لأنه أنا هسه من هذا عمري 60 سنة ممكن هسه أموت نفسي، لأنه انقتلت ما أقدر على العيشة، منين أجيب؟ هذه هسه أنا تفضلت أنا بكمل محل، إذا أنا أبيع 40,000 يوميا، أجاري 10 ومصرفي ولهذا راحت الصرماية، يعني ما عندي يومية، لأنه ماكو مواطن دا يجي قوة شرائية ما عنده، يعني أموال ماكو بالبلد، وين دا تصير؟ ما نعرف. فإن شاء الله يا رب يجعلها خير للناس، وبلشان الله يلتفت علينا السيد الكاظم ويحفظه الله، لأنه وايد طانه وعود، نريد واحد من عدهن من أبو جواد عمي بدول عمرك، ما أريد أقول لك بعد شيء، مكافي مليانة. هذا هو عم الكاظم يصحوا له سلام الله عليه، ما أعرف أني، وأنا أشكر أني جايتكم وأشكركم، أني ممنون لكم. المشاهدين الكرام، المواطنين العراقيين يطالبون أبو جواد، معناه السيد مصطفى الكاظمي، بتوفير الوعود البسيطة اللي وعد بها المواطنين العراقيين. مستمر وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، قويانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك يا ابي؟ اهلا وسهلا. خليني اتعرف حضرتك. سعدة. اهلا وسهلا بك حجي. حاج، الشارع العراقي بعد مرور سنتين جابها معاناة وهموم ومشاكل. اليوم ايش اثر هذا الواقع على المجتمع العراقي، على الاسواق العراقية، على التجارة؟ اثر هواي على السوق. وثاني شيء هاي الزيادات صارت في الاسعار، المواد الغذائية وغيرها، صعود الدولار. من صعد الدولار يعني حتى اكو مواد يعني ما مشمولة بالدولار صعدوها، يعني هيك يريدون كسب غير مشروع على السريع. يعني هناك تجار تستخدم هذه الأوضاع من أجل المتاجرة بمعيشة المواطن العراقي. صحيح، يعني أثر علينا هواي، يعني سأبسط الأشياء، ولو يعني في الشيء مين قال هذا بطل البيبسي من الألف، من 500 صار 750، أول الألف صار بالفوربع، والجغاير كذلك، وباقي السلع المواد الغذائية، التمن، الشكر، يعني الشكر كان حتى وصل سعره حتى 500 دينار، هسه صار يعني بعده هو بألف، بس كان نقدر المواطن يحصله 500، 750 كيلو وين بالفوربع، التمن يعني وصل حتى هذا الكيس أبو 900 غرام وصل بألف دينار، هسه بألفين. الفقير شو يسوي؟ الفقير وين يروح؟ إلى الله، وين يروح؟ شو يسوي يعني؟ إذا هو قوته محدود أو يو عنده شغل أو ما عنده شغل. زين، شنو أبرز الأزمات اللي أثرت على المجتمع العراقي والأسواق العراقي؟ الأزمات هاي مال كورونا اللي صارت، وهسه راح يصير حظر على زين، أمر راح نرجع كما كان، العالم ما عاد تدفع ايجار، ما عاد راح يصير مشاكل بينهم وبين المستاجر، شلون هيك حاله؟ ما راح يحلها، الرواتب قاعده تتاخر، يعني شلون؟ شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا حديث جميع مواطنينا يتحدثون عن ازمات متتاليه، والشعب يعاني، الشعب الى الله، الفقير الى الله، المواطن العراقي اليوم ما الى احد ينتبه عليه ويشوفه ويساعده على الأقل ولو كلام وبحديث ويروح يزوره. بالتالي المواطن العراقي أثرت عليه كل هذه الأزمات المتتالية. مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا ويانا. عليكم السلام ورحمة. شلونك حجي؟ غاتي الله يخليك. شلون تعرف حضرتك؟ أحمد أبو حيدر. أبو حيدر سولف لي
عن أزمات متتالية وشعبنا يعاني من الإهمال والجوع والفقر والحرمان وتأثير هاي الأزمات عليه. والله هي يومية أزمة عندنا، يعني جبناها من 2004 ولهسه كل أزمات بأزمات، يوم طلعوا داعش، يوم طلعوا مال المعارضة ما أدري شنو أشكال طلعوا، وطلعوا يسخي شي دولار دولار سعودي دولار، هذا يأثر على الفقير. الفقير شنو ذنبه؟ وقالوا هسه الأخيرة هسه حضرت أجوال وأزمة الرواتب وأزمة مالية كل شيء كبيرة بالعراق صاير، ما أعرف شنو السبب تأخير الرواتب هاي لويش، يعني معقولة يعني ماكو خزين؟ زين هاي الضرائب ولا وين يودوها؟ العتبات فلوس العتبات وين يودوها؟ ما أعرف بعد. برأيك من المستفيد من هاي الموضوع كله؟ والله المستفيد الأحزاب لا أكثر ولا أقل، هي الأحزاب مستفيدة. إلى متى يبقى نبقى على هذا الشكل؟ إلى حضور المهدي، شو أقول لك؟ ما نعرف. زين الفقير منين يجي ظل هاي الظروف كلها؟ والله الفقير إلى الله. يعني هسه اللي أسوي حضرة تجوال، الفقير يعني شكله هو قوته يومي. منين يجيب؟ يعني شو يروح يجدي؟ هم حد ما يعطي. إذا روحه ما أعرف. شكرا جزيلا. أغاتي أنا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. حجي شلونك؟ هلا. شلون الصحة؟ خير. سولف لي عن الأوضاع المعيشية بالعراق. أوضاع المعيشية. صراحة؟ نعم. ثلث الشعب مجادي. قداوة بالشارع. علني نساء رجال أطفال. كل هذا قدي ثلث الشعب، ثلث الشعب متقاعدين 10 بالشهر التقاعد ماله ما يكفي يدين او يطردوا من بيته لان ما عنده بيت. باقي الثلث نص الثلث معدوم نهائيا منتهي، والثلث الباقي نص الثلث الباقي هو بس للدوله، هم اللي بالدوله اللي دا ياكلون دا يشربون. ثلاثه حصه تموينيه وين؟ وزير التجاره منين؟ برتغالي كندي يريد نفتهمه لو عراقي. وين الحصة يعني من شهر الواحد لحد الآن الفقرة تنتظرها؟ صعدون سعر صرف الدولار إلى 145، يعني مو كان نزلون الرواتب؟ صعود الدولار نزلت رواتب العالم، اللي ياخذ 500 طار من عنده 100,000، 100,000 طارت من راتبه بصورة غير مباشرة. اللعب هذا مال العلاوي، هذا وزير المالية، وزير المالية ما يفتهم كل شيء. معدله 56 وطبيب فاشل بريطانيا، وكان يشتغل بشركة قعدها على الرنقات بالاقتصاد ماله، على بوان اقتصادي قعدها على الرنقات. أيضا تأخير بالرواتب، هاي تأخير الراتب حدث ولا حرج. ليش العراق صار به هيك؟ ليش؟ ليش؟ قسم العراق، جابوا الطائفية بي، هذا قام يشتغل ضد هذا وهذا يشتغل ضد هذا، البلد صار مباح للرايح والجاي من الجوار، من الجوار ومن غير الجوار. بس احنا لو عندنا وطنيه ونحب وطننا شان ما صار هذا الشيء، بس احنا صرنا طوائف وقام واحد يكره الاخر. الفقير منو الك؟ الفقير بس لا الله، بس الله سبحانه وتعالى، ولا لا كاظمي ولا نوري دربونا نور المالكي، نور المالكي ام حرامات اجيب اسمه على لساني. شكرا جزيلا حبيبي انت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك حجي؟ أنا وعمي هلا بكم مرحبا. بالبداية حجي خلي أتعرف بحضرتك. أبو وهاب. أبو وهاب. أبو وهاب سولف لي عن المواطن العراقي من أزمة ينتقل إلى أزمة ثانية، والحال والنتيجة اليوم المواطن الفقير منو إلى؟ أخصم الكاهب كلمتين بثلاثة مو أحسن؟ أنا اعتقادي يعني شخصي أنه أكو غلط بالبلد بالعراق، فربك يسلط الشغلات المزينة عليه، ما يسلط زينة. الدعاء محجوب واكو غلط بالبلد من كل الجوانب. يعني ابسط مثال تروح الدائرة لو متكاسل يريد رشوة منك الموظف، هاي ابسط ما يكون. مو اموال طائلة بالعراق كلش، يعني فاجأت العالم يعني بيها وراحت ما سوت كل شيء، من هالكهرباء ومن المشاريع الخدمية وغيرها، ما غير رحمة رب العالمين. تأثر السوق العراقية بالأزمات، ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية ولا تنعكس على الفقير؟ بس على الفقير، بس على الفقير. الفقير شو يسوي؟ شو يسوي؟ ماكو غير رحمة رب العالمين، شو يسوي يعني؟
يطلع للمصدر مثلا يومين ثلاثه يجوز ما يلقى شغل، زحمه يعني. الانفجارات هاي المتتاليه على الاسواق العراقيه الشعبيه وتالي وياها سياسات احزاب شو تقول للسياسيين؟ شو نقول لهم؟ نقول لهم اذكروا قبلكم ما دامت له فخافوا الله وعملوا صحيح. لا شكرا جزيلا، هلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا حبيبي؟ شلون الصحة؟ خليني اتعرف باسمك. حسين. ابو علي خريج طالب وقاعد؟ لا هاي اشتغل بالمخضر. ابو علي سولف لي عن الاسعار، اسعار المخضر بشكل عام، وهل تاثرت بارتفاع سعر صرف الدولار والازمات الاقتصاديه المتتاليه وازمه الرواتب ما وايضا قرارات خليات الازمه المتعاقبه وكثير من الامور اللي اثرت على المجتمع العراقي؟ والله هسه حاليا احنا قبل لا تصير هاي الازمه مالت ارتفاع الدولار يعني بصوره عامه هي الاسعار كلها كليتها عاليه، وهسه عندنا احنا ازمه يعني المواطن ما عنده قاعد لا شغل لا عمل لا هاي، اضافه اذا صارت هاي ارتفاع الدولار كله صعد، يعني كيلو تفاح كنا نبيعه ب 750 صار كيلو تفاح 1000 وربع، الموز كنا نجيبه ب 750 نبيعه ب 750 نبيعه ب 1000، هسه الكيلو الموز صار 1500. زين الحل شنو؟ كل المواد الفواكه المخضر المواد الغذائيه كل شيء صعد، ما بقى وشي ما 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 صعدوا. الحل شنو؟ احنا نريد حل للمواطن، المواطن الفقير ما عنده قاعد لا شغل لا عمل، حل شنو؟ لا متى نبقى على هذا الشكل؟ متى راح نبقى هالشكل؟ زين هسه العالم هي بلا شيء ما عندها صعدت، يعني كيلو الخير اليوم 2000، كيلو رمان اليوم 2000، الموز اليوم 1500. زين حتى اللي يطب للسوق هسه شو يريد ياخذ اذا هو ما عنده؟ شو راح يسوق؟ شو راح يعيش؟ المواد الغذائيه نفس الشيء، بطل زيت هذا ابو اللتره ابو الثلاث ارباع كان ب 1000 هسه صار 2 وربع، كيلو تمه كان ب 1500. الفقير منو اله؟ الفقير منو اله؟ زين هسه انت لا تريد تشتري كيلو تمه صار ب 2000 2500، بطل الزيت هذا صار 2.5، الصابون صعد، الشاي صعد، الشكر صعد، الحل شنو؟ احنا نريد حل، مواطن الفقير هم ده يجي هم ده يفتر بالسوق هم ده يقول كله صاعد، المواد صاعد، المخضر صاعد، بعد يم الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بدنا نتعرف حضرتك. اسمي ياسر، ياسر العطار. ياسر العطار. ياسر سولف لي عن العطار، سولف لي عن الاشياء اللي عندك بالعطار. والله يعني اول شيء العطاره احنا اكثر شغلنا هسه حاليا مو على العطاره، العطاره شوي شغلها تقدر تقول مو واقف، انما الوضع شوي تعبان غذائيه، والغذائيه ما بها اي حاليا اي استفاده لان السوق حيل صاعد، يوميا قرار، يوم لحد يقولون عطله، يوم لحد حظر، ما تفتهم شنو اللي دا يوصلوا له المدارس. زين زين ما اعرف والله ايش الازمات اللي اثرت عليكم من شهر 11 مال 2019 الى هاي الحاله من المتظاهرات اللي هي السوق تعبان، هاي الملايين دولارات اليوميه دي يكشفون هاي الفساد وينهن، غير يروحون يفتحون الملفات الفساد، احنا نظل هيك يوميا يعني نذب اللوم من نفسنا، الى متى نذب اللوم احنا العراقيين سوتنا صوشنا، طلعنا هددونا طب ارجع، يعني الى متى غير نعرف الحال الى متى؟ وهذا السوق انت تشوفه العالم خايفه هسه، انت تسوي لقاوي السوق العالم خايفه هسه، اكثر النساء والله شنو 3 ايام 4 ما راح يقعدون بالبيت عوالهم. حبيبه إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، حتى ذلك الحين أستودعكم الله.